نعم. بإذن الله. وفاء اليمني الاستشارية الأسرية والتربوية، كنت ضيفتنا، شكرا جزيلا لك. لو أعود إليك دكتور عادل حمد ونسأل سؤال، يعني باختصار كما يقال، لماذا تعادي الحركات النسوية الحجاب؟ هل هناك من هدف خفي وراء هذه المعاداة؟ الحقيقة معاداة الحركات النسوية معاداة للإسلام أساسا، ولكن أمثال هؤلاء يجبنون من أن يعلنوا الهدف الحقيقي، فيأتون إلى مسائل محددة يحاربونها، فيحاربون الحجاب. لو قلنا أن الحجاب حرية شخصية، لو قلنا أن الحجاب هو لباس في الأخير، حرية شخصية، هم يقولون حرية شخصية. سؤالي، هم لماذا يعترضون على البنت التي اختارت أن تلبس هذا اللباس؟ لماذا يفرضون رأيهم عليها وهي لا تريد هذا الرأي؟ هم سيحاربون، ما عندنا مشكلة، هذه المحاربة يعني قد أخبرنا الله عز وجل عن هذه الحرب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا هو الهدف. لكن احنا نسألهم، أنتم تقولون بالحرية، حرية شخصية، هي اختارت الحجاب، أنتم زعلانين ليش؟ يعني ما الذي أغضبكم؟ هي امرأة مثلكم واختارت هذا النوع من اللباس، لماذا تهاجموننا نحن الرجال وتلزموننا بأن احنا يعني نأمرها بأن تتكشف؟ لماذا تسيئون الظن بالآباء وتقولون الأب فرض عليها؟ هي اختارت بنفسها. ثم أنتم أيضا قلتم رأيكم وقلتم يعني دعوتكم إلى التبرج والسفور، استجاب لكم فريق وأعرض عنكم فريق، لماذا غضبتوا على الذي أعرض؟ احنا المسلمين عرضنا أيضا ما عندنا من دين وأحكام شرعية، عرضناها للناس، ما ضربنا الناس بعصا، وهو أقبلوا على الإسلام ودخلوا في الإسلام وتحجبت المرأة، لماذا تمنعوننا من عرض ديننا؟ لأنكم ضعفاء جبناء، ما عندكم حجة، تخافون من الحجة أن نعرضها فيقتنع الناس بنا، ولذلك تحاربوننا بكل الوسائل. ولو كان عندكم عقل ولو كنتم تؤمنون فعلا بحرية الرأي لأذنتم لنا أن نقول رأينا بكل وضوح وبكل أدلة. في ردودنا على عليكم نحن لا نستخدم الألفاظ النابية كما تستخدمون، ولا نظلم في تعميم الحكم عليكم كما تعممون، وإنما نحن نعرض بضاعتنا بالأدلة. فما الذي أزعجكم؟